فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل يكون فقط حال وجودها في هذه المعاطن؟ لا، وجودها ما حصل تصلي فيه وهي موجودة، كلام على أنه ما هي فيه ما تصلي فيه لو هي سارحة ورايحة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل المعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عادة أو كل مكان التي تبيت فيها أو تستريح فيها عند الورد؟ هذه معاطن الإبل. أما مبارك الإبل العارضة التي تمر بها وهي في المرعى أو في الطريق تبرك فيها، هذه ما هي معاطن، ما تسمى معاطن. نعم.